فيا أيها الناس قد كنتم ترتقبون مجيء شهر رمضان، فجاء شهر رمضان ثم خلفتموه وراء ظهوركم. لقد حل بكم شهر رمضان ضيفا كريما وأودعتموه ما شاء الله من الأعمال، ثم فارقكم شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه. إن من علامة الفرحين بفراقه أن يعاودوا المعاصي بعده، فيتهاونوا بالعبادات ويتجرؤوا على المحرمات، فيقل المصلون في المساجد. إن المعاصي بعد الطاعات ربما تحيط بها، فلا يكون للعامل سوى التعب. إن عمل المؤمن عمل دائب لا ينقضي إلا بالموت، فلئن انقضى شهر الصيام فإن زمن العمل بالصيام لم ينقطع. فمن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. ولئن انقضى قيام رمضان فإن القيام في الليل لا يزال مشروعا كل ليلة من ليالي السنة، حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، وقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل.